لله رب العالمين كان في توفيق بين بين دراسة القرآن الكريم وبين دراسة البكالوريا، وما كان في أي تعارض، على العكس تماما، كان في بركة في الوقت، يعني الأمور كانت بسيطة، ما في أي صعوبة. بلشت حفظ القرآن وعمري 5 سنين، تركت حفظ القرآن فترة لبداية الثورة تقريبا. بداية الثورة بلشت أحفظ القرآن من جديد، فحفظت القرآن في الصف الخامس في عام 2015. أخذت إجازة برواية حفص عن عاصم في نفس العام، ثم تهجرنا في عام 2018 إلى إدلب، ثم انتقلنا إلى مدينة الباب، فأكملت إجازة القراءة 10 سور، ثم بدأت إجازة في الأصول النافعية 10، حصلت عليها في عام 2021. حصلت على المركز الثاني في البكالوريا في مدارس رواد الشام في مدينة الباب بمعدل 91.9. قدمت امتحان اليوز وقدمت على جامعة غازي عنتاب كلية التجارة والاقتصاد في فرع إدارة الأعمال. الحمد لله رب العالمين تم قبولي.